مرحبا، اليوم رح نسوي التخطيط الأسبوعي لشهر إبريل. هذا الجزء الثاني من التخطيط، فإذا فاتكم الجزء الأول رح أترك لكم إياه في صندوق الوصف. هلأ سووا لايك وسبسكرايب وخلينا نبلش. المرة الماضية خططنا لأول 8 أيام، بس هلأ رح نخطط لحد يوم 17 اللي هو الأسبوع الثالث، وبضل علينا أسبوعين. بما إنه هذا السبريد فيه أيام كتير، فرح أعمل فكرة الداتش دور، وهيك رح يوسع 9 أيام مع التودو ليست. عملت 10 صناديق على الصفحتين، واستعملت الهايلايترز الزهري والبنفسجي. بعدين كتبت التاريخ بالهايلايترز بالزاوية السفلية لكل صندوق. بعد هيك قصيت الجهة الزيادة، وهيك صرت بقدر أشوف 9 أيام مع التودو ليست بسهولة. في الجنب اليمين زادت منطقة كبيرة، فرح ألونها بالطريقة اللي تعلمناها المرة الماضية، وبعدين أرسم فوقيها النجوم والكواكب. قبل ما ينشفوا الألوان كتبت أيام الأسبوع، وعملت أول صندوق للتودو ليست. بعدها شلت الواشي تيب وتأكدت إنه الألوان نشفت، وبلشت أرسم. الأسبوع اللي قبل الأخير لونت الصفحتين من فوق، وقسمت كل صفحة لثلاث أعمدة بالطول. عملت هامش باللون الزهري. آخر عمود قسمته ليومين حتى يوسعوا كل أيام الأسبوع. فوق الجدول رسمت كواكب ونجوم معلقين بخيوط، وخليتهم فاضيين عشان أكتب عليهم التاريخ. رسمت كمان كواكب معلقة بخيوط تحت الصناديق على الجهة اليمين. آخر شي عملت قائمة للتودو ليست بالهايلايترز. الأسبوع الأخير فيه بس 6 أيام، فرح أقسم كل صفحة لثلاث أعمدة. عملت هامش على الصفحتين، وعملت له ظل بالهايلايتر الزهري. تحت كل يوم عملت دائرة وكتبت فوقيهم التواريخ. وآخر شي عملت قائمة المهمات الأسبوعية بالهايلايترز. وبس هيك بنكون خلصنا تخطيطنا لشهر إبريل. بتمنى تكونوا استفدتوا، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الإنستغرام. هذا الشهر كان كتير مميز من ناحية الألوان وطريقة الرسم، لأنه بالعادة بنرسم أشياء أكتر من هيك ومنلون بألوان الماركرز العادية. بس كتير استمتعت بهذا الشهر، وبتمنى أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.